على طاري الأبراج. يا حبيبي يا حبيبي. على فكرة بس أدل ثروتها التي تم قياسها لغاية اليوم هي عبارة عن 50 مليون دولار. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم بتكلم عن الأبراج والغيرة. إذا الغيرة هي عيبي. في أبراج راح أضطر أن أنا أقول مثلا المرأة الحمل والرجل الحمل, وفي أبراج لا راح يكونوا مدموجين. أثنينهم نفس اللي هما مواليد برج الحمل. أثنينهم يغارون وما يقدرون يتحكمون في غيرتهم ولا في الحب, ولما تغار تعصب وتفقد السيطرة على أعصابك. أوف, على أعصابي وعلى كلامي وعلى لساني وعلى كل شيء بالدنيا. إنزين, مواليد برج الثور, المرأة الثور تحب بواقعية فتغار يعني بحدود عند اللزوم. أوكي. الرجل حب تملك كل شيء حقه. أوكي تمام. مواليد برج الجوزاء, الرجل الجوزاء يغار من الشباب اللي أحسن منه. إنزين, وإنه دائما الناس تنجذب لهم. المرأة الجوزاء تغار شوية لكن يعني غيرتها من الناس اللي أنجح منها. أوكي. إنزين, عندك مواليد برج السرطان, الرجل السرطان يغار على مرته ويتمنى إنه ما حد يشوفها غيره. أوكي. إنزين, أما المرأة عنطها وحطها بالبيت. إنزين. إنزين. المرأة السرطان تغار بشكل منطقي ولكن إنها تحب تكبر المواضيع وتولها عشان تسوي قضية. أوكي. إنزين, عندك مواليد برج الأسد, الرجل الأسد يغار على زوجته ومن زوجته إذا كانت في منصب أعلى منه, لأنه هو دائما بنظره هو القائد. أصلا الأسد والملك. يغار من نفسه بعض المرات. إيه ممكن تصير. المرأة الأسد غيرتها تكون نتيجة للحساسية الزايدة أو إنهم قارنوها بشخص ثاني. يا زين امرأة الأسد. برج العذراء يغار الرجل في حالتين, الأولى قلة الثقة بالنفس. عبالي بعد قلة النوم. لا لا خيل أنا منايم عدل يغار. تخيل, قلة الثقة في النفس أو خوف من الخسارة. أوكي. المرأة العذراء تغار ولكن بشكل غير معلن, فتكون أوكي. بينها وبين نفسها. تمام. برج الميزان, الرجل الميزان لما يغار ما راح يسكت وما راح يتكلم. المرأة الميزان راح تظن انها غيورة بس ما راح تبين لك. اوكي. انزين, ما تلاحظين ان بكل ابراج انت قاعدة تخلين ان البنات احسن من الرجال, بس ما علينا كملي. انزين, مواليد برج العقرب اثنينهم يغار على شريك حياته وما راح يرضى احد يمدح احد غير شريكه. زين, يعني بس يعني مدحوه. أيوة. قولوا عنا كلام حلو, قلتوا عنا كلام شين يا ويلكم من سواد ليلكم. مواليد برج القوس, رجل القوس اذا حس بالغيره راح يتقرب من الشخص اللي يغار منه. المراه القوس رغم انها متحرره ولكن بطبيعتها الناريه ما تتحمل الغيره وتقلب الشك, يعني تقلب السالفه على شك. اللهم يا كافي. الرجل الجدي الغيره عنده شك اكثر منها حب ولكن يعني يخش الموضوع عشان لا يخسر الشخص اللي يحبه. والمراه الجدي عزيزتي من السهل انها تحس بالغيره وتغار, والاصعب في الموضوع لما يتحول الموضوع لحقد, لكن كل هذا بصمت. اي والله بصمت. مواليد برج الدلو, الرجل الدلو غيور ولكن ما راح يبين لانه يعتبر هالشيء ضعف. المراه هم نفس الشيء, ما تبين هالشيء بسبب كرامتها وانه دائما راح تحس ان الموضوع راح يألمها وان الشخص ممكن اللي قدامها راح يستغل هالموضوع فتسكت. خفي علينا خفي علينا خفي علينا. وفي منهم ما يحسون بالغيره كلش, من مواليد برج الدلو اقصد النساء, لان عندهم الثقه بالنفس وايد عاليه. اوكي, هذه انا. اوكي. إيه. يعني قاعد تمدين عمرك. ما كنت بقول لان خلاص. اخر الابراج مواليد برج الحوت, غيورين بشكل وايد كبير ومن كثر ما هو يغار يسوي مشاكل مع الشخص او الطرف الثاني اللي يحبه. انزين, السؤال, منو الشخص اللي تغارين منه زينب؟ انا الشخص اللي اغار منه اي اللي يسوي شغله احسن مني. اللي يسوي الشغله احسن منك. شغله يعني شغله معينه يسوي احسن مني. اوكي. بس يعني مو اغار منه لدرجه ان انا قاعد احفر له وتربص له ولا وانطر على الغلطه. لا لا. اوكي, منو الشخص اللي تغارين منه فطم؟ ما اغار من ولا احد والله. ما حد. ما في. لا على السبيل العملي ولا العاطفي ولا الشخصي ولا شيء. ما تغارين من احد. اوكي. عمر كل شيء, كل الناس حتى النقطه. حتى انا من اللي قاعد تمشي اللي قاعد تغار منها. ليش هي قادره تروح الزاويه انا ما اقدر اروحها؟ ايه لا يعني مثلا اذا كان في بالي شغله واحد سواها قبلي وانا كنت صدق ابي اسويها بس اذا سويتها الحين راح يقولون ان قلدته فاغار لان الفكره كانت براسي. عرفت؟ اوكي. انا مستحيل انا مستحيل اغار من اي انسان سوى شيء احسن مني. بالعكس اعطيه الكريدت انه برافو عليه. ولا اغار من انسان لقى فكره قبل انا الاقيها. بالنهايه ظروفه يسرت. مو لقى فكره, ان الفكره كانت براسي بس هو سواها قبل فانا الحين ما اقدر اسويها. لا بس على فكره مو معناته ان انا اغار منه اذا سواها راح ازعل واعصب. لا بالعكس راح اروح اقول له انه يعني برافو. اي بس انا غيرتي عاطفيه بحته
جد يعني أنا ما عندي أي غيرة غير الغيرة العاطفية والله. يعني ما أغار من أحد عمليا ولا أغار من أحد دراسيا ولا أغار من أحد ناحية المنصب وغيره وغيره. غيرتي عاطفية. وين غيرتي تصير؟ وين غيرتي تصير؟ خل اللي أنا أحبه يمدح أحد قدامي ها ويمدحه ويقول عنه كلام وايد حلو. عمره ما قال لي خلي يشتط عرس يصير هني خلي يشتط خلي يشتط أنه الله والله أنا هني فيوزاتي تولى أنا بس لا صح لا حبيبي أنت شوف بتقول له كلام أقل من الكلام اللي تقول لي إياه راضي بالضبط. أنا أزيد أطبخ وياك كمل كمل بس بتقول له كلام مو قايل لي ها والمفروض ينقال لي أنا يا ويلك ويلك إيموجي الرقصات أي لا يعني حردح له ردحة ما حصلتش والله العظيم وأغار من الشخص اللي أشوف فيه وبعينه نظرة إعجاب لشخص أنا معجب فيه حزتها ودي أني أعمي عيونها أمانة.